ما كنتش بتابعه لان ما كنتش بشوفه عادي، لكن تواصل معي من فترة ان انا اكون ضيف معاه في برنامج بيقدمه على اليوتيوب. فقبل ما اروح كضيف لازم اشوف انا رايح مع مين، فقعدت اتفرج ولقيت فيديو بيجيب فيديو، فيديو بيجيب فيديو، نص ساعة ممتعة، ساعة تمام جدا تتفرج وانت مبسوط لانك بتسمع سرد حلو لقصص حلوة ممكن يكون ما اتحكتش قبل كده او اتحكت بس مش بنفس الطريقة، او كمان مجموعة من الحاجات اتلمت فاتحكت في شكل قصة ممتعة. وده كان لقاء ممتع، لكن كمان كانت من وقتها بقيت خلاص انا من جمهور هذه القناة على اليوتيوب لشادي حبشي اللي منورنا النهاردة بمناسبة ماتش الاهلي مع مازيمبي لانه اهلاوي، وكمان للحديث عن نقاط اوروبية. منور الدنيا شادي. ربنا يخليك يا هاني، انا مبسوط قوي ان انا معاك، وطبعا المقدمه دي يعني اتمنى اكون استاهلها يعني. طبعا تستاهلها. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، كويس؟ مبسوط اني معاك يا هاني انا صدقني. كمان منور الدنيا كلها. ربنا شادي، يخليك. الاهلي بكره مع مازيمبي بعد التعادل 0-0، اوكي، ما قبل المباراه بيبقى التعامل عامل ازاي والفكر بتاع تقييم النتيجه؟ بص، هي الفتره اللي فاتت الدنيا في الاهلي مش احسن حاجه قوي يعني، برضو خلي بالك الكره في الاخر نتائج نعم. يعني، مهما عملت ومهما قعدت تدي مبررات بقى، واصل ده مش موجود وده غايب وده اصابات واجهاد وسفر، في الاخر الناس تتكلم النتيجه ايه. اخر فتره النتائج مش كويسه، يمكن بره الملعب الاهلي عامل نتائج جيده، اول مره تفوز في غانا ماتش من ديامة مظبوط. 1-0، طالع من ملعب مازيمبي بتعادل سلبي، دي حاجه كويسه. الاهلي دايما بيخسر في الملعب ده، او هو مش كتير بس يعني عاده الانديه الأندية المصريه كلها بتخسر هناك، مصرية. ملعب صعب قوي. ماتش سيمبا دي اول مره تكسب في تنزانيا، حتى ماتش في الجزائر طلع كلين شيت، يعني عامل كلين شيت بره كويس. بس اوفر اول يعني زي الكيمياء بتاع تشكيله السنه اللي فاتت اللي كان عاملها كولر اتفركشت. ايه سببها؟ ايه سبب اللي بتصفه بالفركشة؟ بص، هو يعني نرجع من اول الموسم، هي حاجات كتير مع بعض يعني. يعني طبعا كده كده في النهايه انا بشوف ان المدير الفني هو اللي لازم هيبقى مسؤول، مظبوط. مش هينفع ان انا اقول لا اصل كل حاجه المدير الفني مش غلطان، اكيد ليه جزء من الغلط، بس هي شويه حاجات مع بعض. اولا انا بشوف لحد دلوقتي ان انك تكون عامل موسم ناجح زي الموسم اللي فات ده، انت دخلت 5 بطولات، كسبت 5 بطولات، كاس العالم للانديه صحيح ما صعدتش او ما خدتش برونزيه بس عملت بطوله كبيره، مشيت الجهاز الاداري كابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز الطبي، فانت لو في جهاز فني وجهاز طبي وجهاز اداري انت شلت عنصرين غيرتهم من الثلاثه، فانا شايف دي برضو تمام. ايا كان مين اللي جه، مش بقول ان مفهوم اللي جه مش ان كويس، ممكن بس التغيير في حد ذاته يخل شويه طبعا بنظام طبيعي بيعمل الفريق. شويه خلل. طبعا اول ماتش في الموسم خساره سوبر افريقي هزت كتير في الفرقه، ما كانتش متوقعه كمان لانه قدام فرقه اقل منك، اتحاد موسم العاصمه. اتحاد العاصمه، طبعا موسم كالعاده موسم استثنائي في الكره المصريه، واحنا عايشين في الموسم الاستثنائي على طول هو طول عمرنا، الاستثنائي هو العادي اللي هو في العادي المواسم اللي المصريه. هو اللعيب المصري ما ينفعش يلعب 70 ماتش في السنه، احنا عشان بس نبقى متفقين، مهما كان كويس وبياخد احمال كويسه وبيتمرن كويس وامكانيات متاحه، طبعا مع كميه الماتشات مع كميه السفر مع دخول المنتخب تغيير مدير فني جديد للمنتخب كابتن حسام حسن جه، لا لعيبه الاهلي لازم تلعب معايا، فطبعا اجهاد واصابات مره واحده ضربت الفريق، زودت كمان من المشاكل الموجوده، زائد ان اكيد كولر يتحمل جزء من المسؤوليه زي ما اخد جزء كبير قوي من الاشاده، اكيد في جزء غلط برضه. ايه اللي ممكن تلوم عليه كولر في الفتره اللي فاتت؟ يعني في ماتشات انا من المدرسه اللي احبها دايما انك انزل اركب الماتش وبعدين ابقى عامل يعني تغييراتك، انزل اول 45 دقيقه هات جول والتاني رايح اللعيبه، يعني الروتيشن، طريقه زياده الروتيشن هي شويه اللي مش مقنعه بالنسبه لك. زياده شويه، كنت شايف ان في اوقات يعني 7 لعيبه مره واحده، ومش بس 7 لعيبه، 7 لعيبه بتغيير مراكزهم، يعني هو متعود عمر كمال يمين لا هيلعب شمال، يلعب يمين لا هيلعب مساك، فعارف حاجات فركشت الدنيا كده. مع طبعا ان ازمه المهاجم انا شايف انها ازمه مش قليله. كان بتشوف ازاي وجود وسام ابو علي؟ هل بتشوف انه هو ده اللي ممكن يبقى الحل اللي يسندك بشكل ايجابي لنهايه الموسم، ولا ايه تقييمك لما قدمه؟ انا شايفه مهاجم ممتاز، مهاجم ممتاز، شايفه يعني شايف ان الاهلي اتاخر على ما جاب المهاجم، بس شايف انه جاب مهاجم كويس يعني، وسبب ابو علي لو الاصابات بعدت عنه اعتقد كمان 5 6 ماتشات هتحس انه خلاص هو ده المناسب لطريقه اللعب دي، وساعتها تتوقع انك ما تبقاش محتاج مهاجم في موسم الانتقالات اللي جاي من الاجانب؟ مش لازم اجنبي، بس الاهلي محتاج مهاجم كمان،
محتاج مهاجم كمان. لانه موديست مش هيكمل طبيعي، هو كان جاي زي مرحله انتقاليه يعني، كانت شراء مفاجئ انت مضطر له في خلال اسبوع لازم تجيب مهاجم. حبيت تشوف مهاجم فري مش هتدفع فيه فلوس، مرتبه تقدر تتكلم فيه شويه حاجات زي كده. بس انا شايف الاهلي محتاج مهاجم تاني مع وسام ومع كهربا.